تجدد مملكة البحرين موقفها الداعم بقوة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تتخذه من إجراءات بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي رحمه الله، والتي أوضحها معالي وزير الخارجية ومعالي النائب العام بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس الحرص على المحاسبة وعقاب كافة المتورطين في هذه القضية، والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية. وتشدد مملكة البحرين على رفضها التام لتسييس هذه القضية أو تدويلها أو استغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية والتعدي على سيادتها وأمنها واستقرارها ومحاولات شق الصف الإسلامي بأسره، فإنها تؤكد أن المملكة العربية السعودية هي أساس الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وصاحبة الدور الحيوي والاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء والاستقرار لشعوب المنطقة والعالم.